انت تعرف ان الدراسات بتقول ان البطاطا الحلوة من الحاجات اللي بتحسن مستوى السكر في الدم؟ ازاي يعني دكتورة رحاب؟ دي ممنوع المرضى السكري، حضرتك دي قنبلة نشويات وبترفع السكر. لا يا فندم، انت اللي بتستخدم لي البطاطا غلط. ده مش بس كده، ده انت حارم جسمك حرفيا من قنبلة معادن وفيتامينات ومضادات اكسدة علشان المعلومات الغلط اللي عندك واستخدامك الغلط للبطاطا. ركز بقى معايا علشان حرفيا بجد الفيديو ده مهم جدا يا جماعه. دي مبدئيا شكل البطاطا الحلوه، لان في ناس بتفكرها بطاطس، احنا بنتكلم على البطاطا الحلوه. طيب. اول حاجه كده، البطاطا من ضمن الاكلات اللي بيسموها سوبر فود. يعني ايه؟ يعني في قائمه اكلات، اكتر اكلات غنيه بالمعادن والفيتامينات ومضادات اكسده بيسموها سوبر فود. البطاطا من الاكلات دي، لان هي حرفيا بجد قنبله فيتامينات ومعادن. من اكتر الحاجات اللي فعلا لو انت اخذتها يوميا انت اخذت تركيزك من فيتامين ايه والبيتا كاروتين. وطبعا احنا اتكلمنا كتير عن الفيتامين ايه وعرفنا قد ايه هو مضاد اكسده قوي جدا، فبالتالي لما انا باخد مضاد اكسده من بره فانا بقلل الالتهابات في الجسم، والسكر نوع من انواع الالتهابات، فبالتالي بقلل الاكسده اللي بتحصل في جسمي. مش بس كده، مهم جدا لصحه العيون، مضاد للسرطانات. فانت هتاخد تركيزك اليومي من احتياجك اللي انت محتاجه من فيتامين ايه لما هتاخد البطاطا بشكل يومي. النقطه الاهم ان فيها الالياف يا جماعه اللي هي اصلا بتعزز من صحه الجهاز الهضمي، ومش نوع واحد من الالياف، ده فيها النوعين، النوع اللي هو بيضف في الميه، وفي نوع تاني هي الالياف اللي ما بتضفش في الميه. انا بدي النوعين، الالياف اللي بتضف في الميه واللي ما بتضفش. فانا اذا انا باخد نوعين الالياف اللي هتعززني من احساس الشبع، اللي هتبطئ لي من عمليه الهضم، اللي بالتالي لو انت عندك مشكله اصلا في الرسائل والجوت برين اكسس ما بين المخ وما بين الجهاز الهضمي نتيجه وجود مقاومه انسولين وفي ليبتين ريزيستنس ومقاومه انسولين، فانت محتاج حاجه تعزز احساس الشبع وفي نفس الوقت تحس ان انت الرسائل بتبدا تتحسن معاك والهرمونات تبدا تظبط معاك. فالبطاطا فيها نوعين الالياف، بلس ان فيها حاجه اسمها الانسوساينين والكولين. يعني لو بنتكلم بقى في صحه اعصاب وبتخاف من الزهايمر وبتتكلم في تركيز وبتتكلم ان انت تحس ان انت عندك طاقه كده، فيا جماعه احنا بنتكلم حرفيا قنبله معادن وفيتامينات. نيجي بقى لاهم حاجه في الفيديو، احنا نعمل ايه علشان ناخد كل الفوائد دي وما نرفعش سكر الدم، ده بالعكس نظبط مستوى السكر كمان. ركز بقى معايا كده وورقه وقلم واكتب اللي انا بقوله ده، ماشي؟ وشير، خلينا نقضي على كل الخرافات اللي بتتقال يا جماعه على البطاطا دي. اول حاجه هنجيب البطاطا الجميله دي اللي انا بحبها جدا جدا، مش عايزه اقول لكم انا بعزاها قد ايه، وسناك ليا رهيب يعني. هغسلها كويس جدا، هنقحل اول 12 ساعه، ملك ال 12 ساعه ميه وخل، واغسلها كويس جدا علشان القشر هاكلها بالقشر. حلو كده، يبقى انا الاول هنقحى بالميه وخل، حلو جدا. بعد كده نعمل ايه؟ هنشويها بقى يا دكتور في الفرن؟ لا لا، انا اقف هنا بقى شويه كده. البطاطا اللطيفه دي حمل جلايسيمي قد ايه ومؤشر سكري قد ايه؟ اللي انت ما تعرفوش الحاجتين دول بيحددوا اذا كانت الاكله دي هترفع سكر الدم ولا لا، وكميه النشويات قد ايه. من غير اصلا اي حاجه احنا بنتكلم في مؤشر سكري منخفض، تمام، وحمل جلايسيمي منخفض، يعني اذا مناسبه جدا لمرضى السكري. ولكن اول حاجه غلط انت بتعملها ان انت بتدخلها للفرن، فوديت المؤشر السكري حماده تاني خالص، عدى 90 ب 94 تقريبا او 95. فاحنا هنعمل عمليه الشوي على البوتاجاز، عمليه الشوي على البوتاجاز. هنجيب الشوايه عادي نحط فيها شويه ميه ونبدا نقطع البطاطا كده، طبعا انا كنت منزلها مطبخ بدايه جديده، ونشويها على البوتاجاز. خلصنا شوي، هبدا ان انا اهرس البطاطا وهاكلها بالقشره بتاعتها، هرسها بالقشره بتاعتها. وبعد ما هرسها هحتاج ايه بقى؟ ركزوا بقى معايا، انا هحط يا اما معلقه سمنه فلاحي، يا اما زبده جوز الهند اللي هي الكوكونات اويل اللي هي فيها لوريك اسيد فظيعه جدا بتنضف لي الجهاز الهضمي، ولو معايا جوز هند مبشور او مكسرات نيه غير مملحه. ايه اللي انا بقوله ده كله يا عيله؟ دي مصادر من الدهون الصحيه. فلما انا هحط مصادر دهون صحيه اللي انت تقدر عليه بقى، شوف انت ايه المتاح بالنسبه لك حطه، بس انا عايزه دهون صحيه مع البطاطا. ليه بقى؟ بتبطئ من افراغ المعده، بتعلي احساس الشبع، وبتقلل لي من ارتفاع سكر الدم. وصلت؟ انا بعزها جدا الوصفه دي، بهرسها واحط فيها مصدر دهون. ايه تاني؟ خلاص هرستها، عينها في التلاجه لتاني يوم. مرضى سكري عينوها في التلاجه لتاني يوم، ما تاكلوهاش وهي لسه سخنه. تاني يوم بتكون نوع من انواع النشا اللي ما بيرفعش سكر الدم خالص. وصلت؟ يبقى احنا فهمنا ان احنا هناكلها بالقشره بتاعتها، هنحطها في الفرن، هتبقى على البوتاجاز من فوق، هنحط مصدر من الدهون الصحيه او اكتر من مصدر على حسب المتاح بالنسبه لك، وهتحطها في التلاجه وتاكلها تاني يوم. واكتبوا لي بقى رفع سكر الدم ولا لا. بس انتوا حرفيا بجد انتوا بتدخلوا لجسمكم كميه فيتامينات ومعادن هو محتاجها. ما تقوليش بقى مكملات غذائيه ولا اي حاجه، البطاطا
اعتمدوا اللي انا بقوله ده يا جماعه، وادوني فيدباك في الكومنتات، ولو انتوا كنتوا عارفين الكلام ده قولوا لي اه يا دكتور متابعينك وعارفين الكلام ده، او اول مره تسمعوا قولوا لي بصراحه احنا اول مره نسمعه وربنا يكرمك احنا هنعمله زي ما انت بتقولي كده وهنقول لك الدنيا فيها ايه. اشوفكم بقى في حلقه جديده ان شاء الله مع بدايه جديده، واستنوني الحلقه الجايه مع فكره جديده وخرافات بنسمعها عن الاكلات هنغير مفهومنا تماما عن التغذيه. سلام عليكم.